نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى وولتر ريد العسكري قرب واشنطن بعد ساعات على إعلان إصابته وزوجته بفيروس كورونا. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن نقل ترامب لجناح خاص لبضعة أيام هو إجراء احترازي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس ترامب سيواصل عمله من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة. كما أكد البيت الأبيض أن ترامب لم ينقل سلطاته إلى نائبه، وإن الرئيس سيستمر في أداء مهامه بنفسه.